خويا خصها خصها الخبرة الحكومة يا خويا. لا تبارك الله كتبينا عايضة. المهم الموضوع خطر ها؟ والإشارة فقط كل ما تحدثت عنه في أسطوري هاته قد حدث معي وبالدليل القاطع أخي أمين. لذا إن أردت التحدث في حلقة عن هذا الموضوع سأكون مسرورا بمدك بالمعلومات اللازمة لأنهم يستغلون الحاجة الماسة لإخواننا للعمل والمال فيقوموا باستغلالهم على أي. اليوم رأيت الفيديو الخاص بسرقة البطاقات البنكية وقد استفدت حقا من الموضوع، لكن كإضافة فقط أريد أن أشير إلى نقطتين تجاه بعض الأشخاص الذين يقومون بسرقة الحسابات البنكية. النوع الأول يستغل وسائل التواصل الاجتماعي ويوهمك أنه غني وسيرسل لك مبلغ مالي مهم فيطلب منك المعلومات الشخصية التي ربما قد يستغلها بعد ذلك بأن يمدها لغيرك فتقع أنت الضحية، لأن البعض يطلب منك حتى نسخة من جواز سفر، إضافة إلى أولئك الذين يتواصلون معك عبر البريد الإلكتروني ليقوموا بتوهيمك أن لديهم ثروة ويريدون إعطائك إياها للفقراء. نعم أخ صديقي، هذا سبق وحذرت مني من انطلاقا اللايف وسبق وتحدثت عن هذا الموضوع ويعني قلنا على أن هذه الوثائق التي يأخذونها منك فيتم بيعها في الديب ويب أو يتم تزوير وثائق أو حتى إنشاء شركات، يعني تكون يعني أنت يا أخي الكريم. وغالبا من يقع ضحية هذا يعني دوك الإخوان اللي كيكون جالس مسكين اللي أنت عاصر في الدرب، أنت تلقى عندي شي عشرات الشركات في أمريكا. الناس يقول لك حنا في الكونغو بغينا نسافروا في الصين. انت عندك هذا الايميل؟ راه توصل بزاف، مسكين جالس عاصر الدرب تتجي الضريبه ما عارفها فين جاتو. عاد تقول لي انت ويلي خمسه الشركات قاعده في راسي. نعم الخوت، هذه المساله ومساله اخرى وهي مساله انه كيجيوك بعض الناس كيقول لك انا حبيبي انا سوريه وعندي والحروب اللي في سوريا والله وعندي نقود وانا عاوز اني احولها الى مبلغ يعني الى حساب اخر، وانا اخترتك انت لامانتك ولاني بعرفك ولاني بحثت عنك وانا اخترتك عشان ارسل لك النقود. وتقول مرحبا كام ترسلين. فهاد الاخوت هادو ردوا لبرا، ما كاين ولا شي واحد كيكون جالس بخير مع عليه وعليه تتيجي بيل جيت اختارك انت ويعطيك نصف الثروه ديالو ولد عمو انت وتتيقوا هاد الشيء. طبيعه الحال هاد العيبات هادو راه كلهم هضرنا عليهم مره ما يعني شوف غايقول لك غيصيفط لك فلوس، شكون انت اللي غيصيفط لك فلوس؟ هذا هو هذا هو السؤال اللي خصك تطرح. فاي واحد بغى يقول لك صيفط لي فلوس ويقول لك وراق، انا كشرا اخويا غير نصب واحتيال، حاول اخويا تبعد على هذاك الشيء. السؤال الان المصيبه هو كتلقى شي واحد مسخوط شفار ما يسواش وصيفطات لي هذاك الميساج قالت لي لاني اعرف سمعتك الطيبه وتيتيق لها وتيتيق عاوتاني صيفط لها الوراق زعما هو ما عارفش راسو. سؤالي الان هو خاصي بي سي على حساب المونتاج، بغيت نخدم في الافلام والتاثيرات والخدع البصريه وبغيت نخدم ليه وبلا افتر افكت ما يتقال البي سي وبلا حتى مشكل. شنو هو البي سي اللي تنصحني به ديال الحرب؟ اخويا بي سي الحرب غادي خصك شي ايسات ستيام على الاقل شي ايسات ستيام جينيراسيون، غادير واحد الكارت جرافيك جي تي اكس 1080 شي رام من 16 جيجا حتى 32 جيجا، يعني هذا حربي، هذا حاسوب حربي لو بغيتي تخدم به.